واليوم الكلمه اللي وليت متقلق منها سانسيرمون، واليوم باش ثابت الاوضاع زادت تراجعت الى 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 الحضيض انحطاط. اللي يجي يتكلم معك يقول لك عندي الاعاز، اللي يتكلم عندي الالجيري قاعد الاعاز اليوم، وصا يعني سي اون انسولت بور الالجيري، سي اون انسولت بور الالجيري نون سولمون، يعني تعترف بلي ما كاش صراع برامج، نعم، وما كاش ديمقراطيه، ومستوى تاع الجمعيه العامه هذا منحط جدا، والاعاز ولا يتسربا خلاص ولا سي بون ما ثابت الدواء ثابت. وقلت لك باش نسي نختصر لك، لانه اليوم راح نعلق امال كبيره على الجمعيه العامه المقبله. من العيب انه الجزائر اللي فيها 40 مليون جزائري ورقعه كبيره ما عندناش يعني ولا دو كونديدا باينين دي ملاح، ما كان ملاح ما كاش سما بين قوسين، والله سمحوا لي على الكلام، انه الجزائر مولاش عندها رجال، ما كاش الكفاءات في هذه البلاد. نبقى نحذر اصحاب الاعاز واصحاب السلطه العموميه الى ما شايفه وين رايح المنظومه الكرويه الى الهويه، حذاري ثم حذاري ثم حذاري، اذا كان هناك هذا الاعاز اللي المفروض ما يكونش، انه يميل لكفه من يزكيه المدرب الوطني وحاشيه الرئيس الاسبق اللي هو خير الدين زوجي. حذاري ثم حذاري، لو وصلنا بهذه الطريقه انا مانيش ننتقد في من يتم تزكيته من هذه الحاشيه، ونتكلم عليه هو جاهز بزاف، نعم، يتم تزكيته من حاشيه بالماضي وحاشيه زوجي. اذا كان بهذه الطريقه يتم انتخاب رئيس فهذا خطا كبير. لو اليوم نتكلموا على حاشيه اخرى اللي فيها محمد ربراوه وصادي وبهذه الطريقه تاع لوبيك فهي ماساه اخرى. لو نتكلم اليوم على الجوانب القانونيه اللي مالك وحكم رئيس لجنه الترشيحات، القوانين احنا دسنا عليهم، احنا حبست في استقاله زفزاف صحيحه ولا خاطئه، ولا استقال حقيقه ولا ما استقالش، نعم، في عهده زفزاف فيها فيها وعليها. لو نتكلموا قلت لك نقعد حتى الغدوه، نعم، بصح ما نحبسوش الا في هذه، ما نتوقفوش الا في الجانب القانوني اللي حنا يساعدنا ولا حنا نقدر نضربوا به واحد اخر.